بل بحول الله. على بعد أيام قليلة من بداية السنة الدراسية الجديدة، دخلت الإدارة العامة للمعهد العالي للتعليم التكنولوجي بروسو المرحلة النهائية من الإجراءات والتدابير المتخذة لتوفير الظروف الملائمة لاستقبال الطلاب. التحضيرات لهذه السنة الدراسية هي على قدم وساق، بهذه هذه السنة تتميز الحمد لله بنجاح عدد كبير من الطلاب، وجهت منهم تقريبا 210 طالب شهر المعهد، يعني هذا يشكل زيادة 135 طالب على الطاقة الاستيعابية للمعهد. لأول مرة في التاريخ اللي يعود المعهد العالي يحتضن 100 فتاة، كنا في السنوات الماضية اللي نعود في حدود 40-50-60، يغير هذه السنة من هذه الزيادة اللي جاتنا عندنا اللي تعود 102 فتاة. بالتالي هؤلاء بدأ يعدل الظروف ملائمة من ناحية السكن، من ناحية الخدمات كامل الأخرى. بالتالي الطاقم الإداري يشتغل ليلا ونهار، طاقم مالي تربوي كذلك، دعينا الطلاب عنهم يوم 14 جون مباشرة ويسجلوا اللي مفتوحوا لهم أسبوع للتسجيل، وينو في ذلك التسجيل مباشرة الدروس اللي تنطلق توف بصفة مستمرة. مع التعليم العالي التكنولوجي والفني، تعمل طواقم المعهد على وضع اللمسات الأخيرة على برمجة الدروس النظرية والحصص التطبيقية ونظام التربص خارج المؤسسة. نهنئ الطلاب اللي وجهوا للمعهد العام، ونقول لهم عنهم هذا المعهد اللي وجهوا له على أنه معهد مهني ومتخصص، وعلى أنهم يدوروا يشبروا فيه تكوين عالي ومتنوع وعلى ميادين مطبقة. عندهم له يعودوا دروس نظرية، وعندهم دروس توجيهية ودروس تطبيقية، ولا يعودوا ملي عندهم خرجات على أماكن معينة في مختلف المناطق الوطنية اللي يعنوا تخصصاتهم، وعندهم ملي تجارب هون يعدلوا في المخابر والتجارب يعدلوا على التنايا. أهمية التخصصات العلمية التي يتيحها المعهد للطلاب وموائمتها مع سوق العمل من الأسباب التي جعلت الإقبال عليه يتضاعف هذه السنة. الطالب عندما يحضر المعهد يقوم يخضع لثلاث سنوات من التكوين. السنة الأولى تكون جذع مشترك، في السنة الثانية والثالثة يتم تخصص طالب في السنة الثانية. التخصصات الموجودة حاليا في المعهد، أولا تخصص الإنتاج والصحة الحيوانية، الإنتاج والوقاية النباتية، الهندسة الإلكتروميكانيكية، وكذلك الهندسة الريفية، وتخصص علوم وتكنولوجيا الأقضية. ولأن المعهد يتكفل بسكن الطلاب ومعاشهم اليومي، فقد اكتملت في أجنحة السكن الجامعي الترتيبات اللوجستية التي تؤمن لهم مقاما سعيدا في أروقة المؤسسة، كما جعلت المصالح المختصة مستوصف المعهد على أتم الجاهزية لتقديم الخدمات الطبية والتشخيص مع الأدوية التي تقدم مجانا للطلاب عند الدورة. مختار بابو الأحمد، قناة موريتانية، روسو.